البطولة كانت تحت سن 12 سنة، بطولة غرب آسيا زي ما أنت بتعرف. كان في 8 دول مشاركة بالبطولة، 39 لاعب. اللاعب عندنا آية صوفيا جابت أحسن نتيجة بين البنات، كانت هي أفضل لاعبة بالبطولة، غلبت كل مبارياتها. كانت بطولة مهمة طبعا، اللي بتأهل من هنا بروح بلعب بطولة الفرق في كازاخستان بالمرحلة الثانية. هيك بطولات بالعادة بتكون مهمة للأطفال بهذا العمر، لأنه بكون أول احتكاك دولي لإلهم. فنحن مبسوطين من البطولة من ناحية التنظيم ومن ناحية الأداء، ومشكورين طبعاً لرئيس الاتحاد الدولي مستر ديفيد هاجرتي على الزيارة التاريخية للأردن ليحضر هاي البطولة كمان، ونعزز من التعاون اللي راح يصير بين الاتحاد الأردني والاتحاد الدولي إن شاء الله.